في 1968. وغينا الاستوائية هي البلد الوحيد في القارة اللي اللغة الرسمية هي الإسبانية، ولو أنه بحكم دستوري في 97 أضافوا الفرنسية، وفي 2011 زادوا لغة البرتغال. يمشي يوسف المساكني، كامرون الكرة تمشي حذاري من البداية، والكرة الثابتة عن طريق اللاعب بابلو. 13 لاعب في الليستة نتاع غينيا الاستوائية يلعبوا في اسبانيا، ولكن أندية صغيرة. حذاري، الكرة ترجع من الدفاع التونسي. كرة في وسط الميدان، الانطلاق عن طريق اف سي كول الالماني، يلعب الياس الصخيري. ماتش الدولي 28 مع النصور. يوسف المساكني ينطلق، يوسف خطيرة حلوة برشا، وكرة وفي عاقة وعرقة لا، ولكن الحكم القمر يقول ما فما شيء، فما مسك نوعا من الاطلسي المنتخب المغربي. مباراة كانت كبيرة دارت في زويتر. ينطلق المنتخب التونسي في كرة تمشي حلوة، الانطلاق عن طريق وهبي الخزري، يعاود الكرة الخاوي، فرصة كرة سيف الدين الخاوي، والكرة الفرصة ضاعت. كرة ممتازة من يوسف المساكني، يوسف ممتاز، 11 هدف على فكرة. يوسف في أهدافه الكل 11 مع النصور هدف السنوات، وهو لم يغب عن التهديف للنصور من 2013، رقم ممتاز وامتياز. يوسف المساكني، 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 والتسديده ضعيفه من يوسف. التسديده الاولى على المرمى التونسي بعد قل التركيز من علي معلول، يرجع الكره ترجعش هكا، يضرب اللاعب الغيني، وكانت الجمهور كان جمهور مسرح، صار جمهور يعني جمهور كره، صار يشجع. الكره تمشي على القائم الثاني، رد بالك، وبرافو فاروق. يسار الحارس بن مصطفى والدفاع الوطني، كرة تمشي، صدام على نسوي، مرياح على راس الحربة بواتشو، والكرة تمشي من ركلية خطيرة، والدفاع التونسي يخرج السلامات. وتمشي مارفن، يلعبوا برشا الكرة الطويلة، والكرة ترجع منتخب التونسي. فما إمكانية كونتر أتاك، يوسف المساكني وصل الكرة لكن ناقصة ارتباك من الدفاع. خذها خذها يا خاوي، الخاوي يمسك كرة، أيمن بن محمد، أيمن بن محمد، والهدف الأول منتخب التونسي يضيع بطريقة بين فرجاني ويوسف، والكرة تمشي المنتخب الغيني. كرة بالراس ترجع خطيرة، وبالراس مرت سلامات، أخطر كرة في المباراة من الستة. اللاعب دي كومبو يمشي، دي كومبو والدفاع، ويخرج تعمل، لا غريبة من فاروق، لا غريبة، غريبة من فاروق من وصف الحقيقة. فريق الغيني كرة في وسط الميدان عن طريق 17، كرة ممتازة، فما سرعة، فما باس على اليمين، يلعب الكرة انريكي بولا، انريكي بولا لكن يرجع ليه، حذاري، 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 خطأ الحارس، هو الحارس فاروق من وصف بعد تولى الفوات المكانة، ولذلك الخيار على بن محمد في الوسط. كرة أخرى خطيرة، ويخرج الحارس فاروق بن مصطفى بايع. تقريب 0-0 يعني باستثناء ماتش ليبيا في الشان في المغرب 1-0 بدري، وماتش ليبيا في الكان 2-1 يوم الجمعة في رادس. كل المباريات المتبقية النسخة الخاصة بمنظر الكبير الشوط الأول 0-0، ولكن ديما يلقى الحلول لإطار الفني في الشوط الثاني قيادة فوزي البنزرتي. تمشي كرة في الركنية، المنتخب التونسي بالراس ترجع من الدفاع، خطيرة عن طريق يوسف، لا 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 لا، ثقة في المنتخب الليبي إن شاء الله يرجع في الشوط الثاني. في الانتظار مساكني، 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 حط كرة، حط كرة بن محمد، جول، أوه مش ممكن ما أداره. يمشي بن محمد بالإصرار، بن محمد وكرة، وترجع المنتخب التونسي بدري، والكرة في صفرة، وفي كرة ستعود لغير الاستواء. فارق واضح، النقطة موجودة الآن، والكرة المنتخب الغيني ترجع الكرة عن طريق اللاعب بابلو. هذا هو الصخيري مع بن رمضان وبن محمد الوسار، بن رمضان اللي كان على ذمة المنتخب الأولمبي اللي خرج من التصفيات. هنا بالراس كرة خطيرة وركنية، ترجع الكرة في وسط الميدان الفريق التونسي عن طريق الخزري، الخزري يلعب الكرة، يوسف المساكني، كرة من يوسف، يوسف المساكني، هز كرة، مش ممكن بدري، مش ممكن يا بدري، مش ممكن يا بدري. مرياح 20 دقيقة بالوقت الضائع نهاية المباراة، مرياح، مرياح، يوسف المساكني، يوسف المساكني حط كرة، مش ممكن، والهدف الأول 1-0 وهبي الخزري، وهبي الخزري يفتح باب التسجيل، الحمد لله ما خرجش وهبي الخزري. هذا هو على كرة، على يد السيل يسجل الهدف الأول، قلت لكم ماتش واحد
شوف الكرة من مساكني، شوف القيمة بتاع يوسف، شوف الهربة بتاع البدري، شوف الدوبل والباس لاسيس في التسليم والكرة في الشبكة. 1-0 بدري خزري، خزري جول. 1-0 للفريق التونسي. الهدف 19 في هذا الأسبوع، تجاوز رقم فوز الرويسي. تاج كرة منتخب الغيني، حذاري حذاري من كرة طويلة، حذاري بالرأس باهي من صدام، برافو بن عزيزة. الكرة تمشي طويلة، حذاري وبرافو الحارس فاروق بن مصطفى. الفريق النادي الرياضي الصفاقسي ركزوا على المباراة الآن في الدقائق الأخيرة. أطلع فاروق الثاني، يوسف المساكني، يوسف المساكني سامحني تعدى، يوسف سامحني باي باي، يمشي يوسف مرة أخرى، يرجع العرضية والثانية يا بدري، والركنية للمنتخب الوطني.